سألت عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء فيها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة والتي تليها، وفي رواية أخرى أضاء له ما بين وضع له ما إلى البيت العتيق. الحديث والحديث الأول هو الأشهر، والحديث في إسناده ما قال تكلم عنه العلماء رحمهم الله كلاما مستفيضا، خلاصته أنه لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما صح موقوفا على أبي سعيد، هذا أولا. ثم قالوا إنه إذا كان صح موقوفا على أبي سعيد وقد ذكر في هذا الأجر والفضل، وهو أنه أضاء له ما بين الجمعتين أو له، وردت عدة روايات في فضله وأجره، فهذا لا يقال بالرأي، إنما يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث أبي سعيد موقوفا، وبالتالي قال له حكم الرفع، وما كان له حكم الرفع فهو كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة. قال آخرون إن الحديث لم يثبت في يوم الجمعة، إنما هو في الجمعة وغيرها، وأن هذا الفضل زيادة يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة زيادة يوم الجمعة هذه لم تثبت، وبالتالي هذا فضل لمن قرأ الكهف في أي يوم من الأيام ولا خاصية ليوم الجمعة. وإذا نظرنا إلى الروايات وجدنا أن الرواية ثبتت من طريقين، جاءت من طريقين، طريق ذكر فيه يوم الجمعة وهو طريق هشيم، وجاء من طريق آخر وهو طريق شعبة والثوري ليس فيه ذكر الجمعة، إنما جاء مطلقا. من العلماء من رجح رواية الشعبة والثوري، فقال رواية شعبة والثوري ليس فيها ذكر الجمعة، فيكون هذا فضلا لقراءة يوم لقراءة الكهف في سائر الأيام. ومن رجح رواية هشيم قال إن رواية هشيم أثبت في من نقل عنه، وبالتالي تكون هذه الخاصية لمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والأقرب من هذين القولين والله أعلم أنه لا تعارض بين الروايتين، فيحمل ما جاء في رواية شعبة والثوري على رواية هشيم، فيكون هذا الفضل يوم الجمعة. هذا الذي عليه أكثر العلماء فيما يتعلق بهذه الرواية، منهم من قال إنه فضل عام والأمر في هذا قريب. فقراءة خلاصة الكلام إنه لم يثبت مرفوعا، الحديث لم يثبت مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد. وعندما نقول موقوف على أبي سعيد ننظر هل هذا مما يقال بالرأي أو لا يقال بالرأي. من العلماء من قال إنه لا يقال بالرأي، وهذا الأقرب لأنه هذا أجر وثواب، فيكون له حكم الرفع. ثم قضية هل هو خاص بيوم الجمعة أو يكون في سائر الأيام، هذا مبني على الخلاف في الرواية، فمن رجح رواية شعبة والثوري التي ليس فيها ذكر الجمعة فيكون كما ذكرت فضيلة في سائر الأيام، ومن رجح رواية هشيم قال هو في يوم الجمعة. والذي يظهر لي أنه لا تعارض بين الروايتين، يحمل ما جاء في رواية شعبة والثوري على ما جاء في رواية هشيم، فيكون فضلا لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولو قرأها في غيره لعله يدرك. أحسن الله إليكم الشيخ.